طيب ما في الاخر مصلحه واحده برضو. ما تاخذنيش يا معلم في اللي انا هقوله، بس الصراحه المصلحه فلتت من تحت باطك ونطت في عبء افنديك. شو ده زيت في دقيق ملكش انك انت تخش فيه، وبدل ما انت ماسكه شنيور وعماله تنخوري في نفوخي، قومي طري القعده، اعملي حاجه، انزلي كازتين، هاتي حاجه تشرم اللي بتلطش وتطري الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا انسى ايه، بس احنا في نصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس؟ هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله، قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحه عليا جسمي بيعلم. ما يعلم مش انا المعلم؟ ها لازم اعلم. قوم يا بيت قومي. ابدا يا حبيبتي، حاله من الملل والزهق وقله المزاج، ده ملخص الوضع اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي بجد راجعه؟ اخيرا عرفت ان ليكي اب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامه يا حبيبتي، احسن جالي مكالمه شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. انا بسال نفسي انا مش مبسوط النهارده ليه؟ عشان اتاخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مال. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. ايه الكلام ده؟ أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد، إحنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك؟ اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك ادي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا ملط وبعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك. استنى يا ملط، غيرت رأيي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي أمونة وانا بتعمل لي مساج. انا سعد. أمونة بعت لها جواب، أمونة ما ردتش عليا، أمونة إيه الأسباب؟ على كيفك وعلى كيفك إن شاء الله ما ربيتي عليا أمونة. أمونة إيه الأسباب؟ أمونة على إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. اهلا 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 معلم خميس، نورت القهوه. ازيك شلوه؟ الله يخليك يا ريس. معلم، واحد سال عليك جوه. واحد مين؟ ما اعرفوش يا معلم، سال عليك ودخل قاعد جوه لوحده، هتلاقيه قاعد على اليمين عند الرجاله. استنى ما نشوف الحوار ايه اللي تشوفه معلم. ما تشوفش ورايا. تسلوا تسلوا، اقعدوا تسلوا تسلوا. ازيك يا فندينا؟ سعادتي باشا، نور يا باشا، اتفضل. معسل يا فندينا. قهوة كوارع.
على عيني حاضر. قهوة مظبوط على ميه ساعة. ايه الطلب الغريبة دي يا باشا؟ ابدا، لقيت مزاجي مش رايق قلت اجي اظبطه انا. اهلا اهلا اهلا. قالوا لي انك سألت عليا. قال ما استغناش عنك ابدا يا فندينا. طب ايه؟ نجيب حجر، طاولة، دومينو، سيجارتين. سيجارتين نظبط بيهم دماغنا عشان الحكاية اللي هكلمك فيها. سيجارتين ملفوفين. الشقاوة دي يا باشا مش معقولة طبعا افندينا هيغلب في انه يجيب لنا سيجارتين ملفوفين. يا سربيه انت جاي هنا عند افندينا في منطقته وعزوته وسط ناسه، وانت طبعا راكن البوكس بعيد. انت فاكر ان انا جاي لحد هنا عشان البسك قضيه؟ اقعد يا افندينا، اقعد يا شاه، يعني ما بتقدرش بحد. اقعد يتوب علينا ربنا. والله العظيم جاي عايز اشرب معاك سيجارتين. ما بشيلوش. قول لي ان مفيش، اتصرف، مش كيميا يعني. يا مغاوري خش لي القهوة. هتبعت تجيب من المكتب ولا ايه يا باشا؟ لا حلوة. أنواع مفتخرة. مستغربني صح؟ لا خالص. أنا بس يعني آخر حاجة تخيلها الليلة دي إني أشوف جنابك. قوم يا باشا. مغاوري السواق بتاعي حكومة يعني. عادي. واد غلبان من الغلابة الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزق. تعال يا مغاوري. تعال قرب. وريني معاك إيه. هو في إيه سعادتك يا باشا؟ أنا هعرف. هو في إيه يا باشا؟ أنا معيش حاجة يا باشا. معيش حاجة يا باشا سعادتك. يا باشا ده اللي انا قلت لسعادتك عليه. تمام يا باشا. مغاوري قوم يا باشا. انده على كوارع، خليه يسقيك شايف العربيه. بعد اذن الباشا. بعد اذن جنابك. عشان الدماغ تعلى ويتوب علينا ربنا. الله يبارك لك يا باشا. غلابه. شايف الحبايه دي يا خميس؟ هي دي اللي انا بحاربها. انا ماليش في السلك الاوجة. انت عارف الكلام ده كويس. على الله تصمد للاخر يا خميس. اشمعنى انا يا باشا اللي جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لان انا كان كل همي اللي جوه جيب مغاوري، وانت كان كل همك تظبط مزاج مغاوري. انا بصيت لجيبه وانت قريت دماغه، عشان كده انا محتاج للي زيك يا خميس يبقى جنبي ويكمل اللي ناقص فيا. حط ايدك في ايدي يا خميس. نحارب بتوع الكاميرا اللي خاربين دماغ شباب البلد دول. نحارب اي حاجه تخرب دماغ شباب مصر. ونقرا الفاتحه كمان على الحرب دي. الحشيش بره الحرب دي يا باشا. ايه؟ ايه؟ نقرا ولا ايه؟